وهناك أمارات ودلائل وأدلة على ارتكاب هذه الجريمة، من حق سلطات التحقيق إنها تضعه على قائمة. لا صحيح، بالتأكيد. بس قول لي يا فندم بقى، حضرتك محامي، هل عندنا تهمة في القانون اسمها التحريض على التظاهر؟ لا، احنا ما عندناش تحريض على التظاهر في قانون العقوبات، ليس هناك جريمة بهذا الاسم في الحقيقة. ما قرار النيابة العامة بضبط وإحضار أحمد ماهر، لا يمكن هقول لحضرتك يا أستاذ، لا يمكن بأي حال من الأحوال النيابة توجه مثل هذه التهمة. هناك تحريض على الحرق أو حاجة زي كده. ده اللي موجود زي ما سمعنا من وسائل الإعلام حتى. طيب تفسيرك إيه يا أستاذ محمد؟ اتفضل حضرتك، اتفضل كمل كلامك. وبالتالي أما إذا لم تكن هناك جريمة، وأن العمل الذي قام به أحمد ماهر باعتباره رئيس حركة قوية هي حركة 6 إبريل، وأن هذا العمل هو عمل سياسي بحت، فلا يصح إطلاقا أن يوضع على هذه القوائم. ونحن في المجلس القومي نقف وراءه ونعضده، ولا يمكن أن يقبل المجلس. يعني هل في أي وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان تابع القضايا المختلفة للنشطاء السياسيين في الفترة اللي فاتت؟ المجلس القومي بيتابع كل مثل هذه القضايا، لكن شرط ألا يتدخل في شأن قضائي بحت. فإذا كانت النيابة العامة هي التي تقوم بالتحقيق، فالأمر متروك لها في كل الحالات، من حقه طبعا يا استاذ محمد. بس انا بقى ده سؤالي لحضرتك، يعني فكره انه يتم القبض على الشباب وعلى النشطاء السياسيين بتهم مختلفه ويتم التحقيق معاهم وبعد كده الافراج عنهم، البعض شايف زي ما استاذ جمال كان بيتكلم ان ده تخويف وترهيب للشباب، انت شايفه ازاي؟ شوف، انا اقول لحضرتك، لا يمكن ان نخلط بقى العمل السياسي بالعمل الاجرامي. اذا كان هناك زي ما قلت لحضرتك، اذا كان هناك جريمه ارتكبها حتى رئيس الدوله، فيجب ان تتخذ ضده الاجراءات القانونيه اللازمه. ما هو الفكره يا استاذ محمد ان هو بيتقبض عليهم وبعد كده بيبقى ما فيش تهمه واضحه فيتم الافراج عنهم بعد ساعات. اخلاء السبيل لا يعني انه لا توجد جريمه، اخلاء السبيل هذا امر مطروح للنيابه تقدره. اذا كانت هناك دلائل وامارات تفيد انه مطلوب حبس احتياطي، النيابه بتحبس احتياطي. إذا انتفت مبررات الحبس الاحتياطي بيفرج عنه ثم يقدم بعد ذلك إلى المحاكمة. يعني إخلاء السبيل لا يعني أنه لا توجد هناك تهمة، إخلاء السبيل لانتفاء مبررات حبسه احتياطيا، علشان بس ما نخلطش بين إخلاء السبيل وبين المحاكمة اللاحقة لهذا الأمر. طيب هو الحبس الاحتياطي ده ما بيكونش في مرحلة أنه أولا تكون النيابة العامة أم أيما بتحرياتها بتحقيقاتها، لا التحريات الداخلية، التحقيقات يعني تكون عارفة الموضوع ماشي إزاي، في أدلة بالفعل تدين هذا الشخص، ولا مجرد أن أنا أقبض عليه وخليه عندي يومين ثلاثة أربعة وبعدين أفرج عنه أو أخلي سبيله؟ يا أستاذة لبنى، ما هو اللي تم بالنسبة للمهندس أحمد ماهر ليس حبسا احتياطيا، اللي تم هو القبض عليه عند وصوله. اللي تم وفي فرق بين القبض والحبس. تمام يا فندم. القبض على المتهم هو امساكه حتى يتم التوجه به الى قاضي التحقيق او النيابه العامه، ثم بعد ذلك تستجوبه النيابه العامه. فاذا رات ان هناك دلائل كافيه لحبسه احتياطي بتحبسه احتياطي، اذا وجدت ان المبررات في حقه منتفية يبقى بتخلي سبيله، وبعد ذلك تكون هناك قضية أمام المحكمة أو أمر بأقل وجه تصدره النيابة العامة في حقه. دي الإجراءات القانونية السليمة، ويتعين ألا نفرق في مجال الجريمة بين سياسي وقانوني ورابط وإلى آخره، وبين كونه مرتكبا لفعل معين، علشان الأمور تبقى واضحة. لا يمكن أن نخلط كل الأعمال السياسية بأنها أعمال تخلو من جريمة. فالذي يلقي بالمولوتوف ويتصور أنه ناشط هو يرتكب جريمة، الذي يقطع الطريق ويتصور أنه ناشط هو يرتكب جريمة. كل دي جرائم في قانون العقوبات، لكن الموجه إليه على ما أعتقد ليس هو التحريض على التظاهر،
لأن التظاهر في حد ذاته ليس جريمة. هو هيبان طبعا في الساعات اللي جاية، لأنه حاليا زي ما عرفنا من أستاذة إنجي حمدي أنه بيتم التحقيق مع أحمد ماهر في اسم شرطة أو في نيابة مدينة نصر. بشكرك أستاذ محمد الضماطي.